وبنستكمل معاكم مشاهدينا الاعزاء فقرات برنامج حياتنا النهارده. وفي الفقره اللي معانا دلوقتي هنتكلم عن العلاج التحفظي للاسنان مع الدكتور سامح حجازي، اخصائي طب وجراحه الاسنان. اهلا بك معنا دكتور سامح، اهلا وسهلا بحضرتك. منورنا. تسلم. دكتور سامح، في البدايه عايزين نعرف ايه مصطلح العلاج التحفظي، يعني إيه مفهومه ايه؟ العلاج التحفظي للاسنان يعتبر يعني من اهم فروع طب الاسنان عموما، ان لم يكن اهمها في الوقت الحالي. يعني هو باختصار هو فروع عبارة عن أكتر من علم، يعني يهدف إلى إننا نعمل إن نحافظ على الأسنان، وقاية يعني. ومش بس وقاية، نحافظ على الأسنان في حالة طبيعية ونعمل لها ترميم إذا حصل فيها أي مشكلة، بحيث إننا نرجعها لحالتها الطبيعية، سواء عن طريق إننا نعمل لها لما يكون في مثلا فقدان لأجزاء من الأسنان، إزاي نرجع الجزء المفقود دوت، او لو حتى فقدت الاسنان نفسها ازاي نعوضها باسنان جديده. كل دوت يعتبر داخل نطاق العلاج التحفظي للاسنان، اللي هو بقى الناس بتعرفه بعد كده هو الحشو او علاج العصب او او حتى تركيب التركيبات الثابته، الاسنان. كل ده يعتبر برضو يعتبر داخل في نطاق العلاج التحفظي للاسنان. طب بدايه يعني الواحد الشخص يحافظ على اسنانه ازاي؟ يعني لو بدايه التسوس بتكون من ايه، وايه الحاجات اللي احنا نتجنبها علشان ما يبقاش في تسوس في الاسنان للكبار والصغيرين؟ هو طبعا تسوس الاسنان يعني عباره عن مرض بيصيب الاسنان. المرض اللي بيصيب الاسنان ده اكيد له اسباب. الاسباب بتاعت المرض دوت لازم احنا نبقى عارفين ايه هي، ونعرف ازاي نعالجها عشان نتجنب ان الاسباب دي تكون موجوده او ان التسوس ده يحصل. لو حصل بقى بنلجأ للعلاج التحفظي. بس احنا لو عشان نعمل الوقايه احنا محتاجين نعرف سبب المرض ايه. سبب المرض ده اللي هو التسوس ده هو عباره عن بكتيريا او كائنات حيه دقيقه موجوده داخل الفم. الكائنات ديت لما بيكون في اهمال في تنظيف الاسنان، لما يكون في الاقبال على الكربوهيدرات حلويات والحلويات اللي هي سكريات. بتعمل تخمر في المكان، بتقبل على ده، بيساعد ان البكتيريا دي تنمو وتتكاثر وتبدا انها قوتها تزيد، فتبدا تعمل تاكل في الاسنان نفسها، لانها بتتجمع خلاص على مين المصادر ديت اللي هي بتاعت الكربوهيدرات اللي هي بتتغذى عليها، فيبدا يحصل تاكل للاسنان نفسها. لما يحصل تاكل الاسنان هو ده اللي احنا بنسميه تسوس، ده اللي بينتج عنه فقدان اجزاء من الاسنان، اللي هو فيما بعد احنا لما بيحصل ده بنحتاج ان نعمل له ترميم من جديد، عشان لازم السنه او الضرس نرجعه لوضعه الطبيعي عشان الانسان يقدر يستخدمه. طب مراحل التسوس يا دكتور، ممكن شايفين الصورة معنا دي بقى مراحل طبعا زي تسوس ما احنا الأسنان. شايفين في الصورة بيبين لنا التسوس بيبدأ ازاي. احنا ممكن نلاحظ عندنا تسوس بسيط في السنة، بيبقى دايما لونه غامق زي ما احنا شايفين في اول صورة على الشمال. هنبدأ يحصل اهمال او عدم اهتمام، فنبدأ شوف بقى الجزء الاسود ده بدأ حجمه يتزايد، بدأ حجمه يتزايد. طبعا شايفين الاسنان اللي تحت ديت دي في ثلاث العصب بقى. طبقات زي ما احنا شايفين، طبقة بيضة فوق وطبقة صفرة في النص وطبقة حمراء. الطبقة البيضة اللي فوق دي هي المينا بتاعت الأسنان، دي ما بتبقاش فيها إحساس، يعني الإنسان ما بيحسش بيها، ما فيهاش مناطق إحساس، فممكن تسوس في المكان ده ما يخليش الإنسان يحس، لكنه لابد إنه ينتبه إن هو بعد كده لما هيزيد التسوس في الصورة اللي هيزيد. جنبيها هنلاقيها دخلت في الجزء الأصفر ده اللي هو طبقة العاج، هي دي بقى منطقة الإحساس اللي في السنة، ودي أصعب منطقة في التعامل معاها أصلا، لأن المريض بيبقى فيها سوائل، لما التسوس او او الميكروب يدخل فيها يبدا الانسان يحس بالالم، والالم يتزايد معانا الى ان يصل الى الجزء الاحمر ده اللي هو العصب بتاع الضرس او السنه، ده اللي هو فيه المنطقه الحجره العصبيه اللي فيها كل الاعصاب بقى وفيها الشعيرات الدمويه. هنا نبدا ساعتها الالم بيبقى مستوى شديد. عالي جدا، ونبقى مهددين اننا نفقد السنه نفسها او الضرس اذا ما عملناش الترميم المطلوب حسب الحاله وفي الوقت المناسب. لو حالة زي كده متأخرة، يعني التسوس شايفين وصل خلاص لبداية الأعصاب، بيبقى بالظبط، العلاج بقى الخلع ولا ما هو حشو لما ولا بيكون وصل تأمين؟ لبدايه الاعصاب المريض بيبقى المفروض ان هو يلحق ويلجأ الى الطبيب علشان يبدأ الترميم اللي بنتكلم عنه. الترميم ده هيبقى يا اما بالحشو العادي، يعني التسوس لو بسيط مفيش فيه مساحه فقدت كبيره من الضرس او السنه، يبقى ساعتها الجزء اللي هو اللي حصل فيه التسوس. التلوث ده او الانفكشن ده او التسوس بيعمل له الدكتور تنظيف،
وبيملى الحجره اللي هي تم فيها او الكافيتي دي بالحشو العادي اللي هو طبعا في انواع كتيره للحشو بحيث انها ترجع لوضعها الطبيعي. لكن كل ما بيزيد الموضوع سوءا يعني احنا زي ما احنا شايفين هنا التسوس ان هو لسه ما حصلش فجوه او كافيتي يعني يا دوبك تسوس سطحي دوت ممكن سهل انه يتعمل له الحشو. طبعا زي ما احنا شايفين الحشو في السنه اليمين الناحيه اليمين دي بعد ما تعمل التنظيف حط حشو بيبقى حشو تجميلي بنفس لون الاسنان او الضروس ده لان الموضوع لسه في البدايات. لكن احيانا ممكن التسوس يوصل للعصب بتاع السنه او الضرس يبقى في الحاله دي احنا محتاجين نعمل ازاله للعصب لان الحجره العصبيه بتاعه الضرس دي مش المفروض يدخل لها اي تلوث نهائي. طالما حصل لها اي تلوث يبقى على طول انفكتد او حصل فيها التلوث يحصل فيها التهاب يبقى لابد من ازاله محتويات العصب ده بالكامل. ومش بس يتعمل له ازاله لا ده لازم نعمل تعقيم للمكان نفسه للحجره العصبيه دي تعقيم كامل بحيث نطمن ان مفيش اي اثر للبكتيريا او الميكروب فيها. طيب بعد كده بنسيبها فاضيه لا لازم بقى المكان الفاضي دوت نحط فيه ماده حشويه بحيث انها تقفل المكان خالص تكون ماده احنا عارفينها او عارفين انها ما بتعملش اي حساسيه او تاكل للضرس نفسه او السنه بحيث بعد كده التلوث ما يرجعش تاني وده اللي احنا بنسميه حشو العصب. حشو العصب وده الجزء التاني في العلاج التحفظي اللي هو حشو العصب. طب ايه الفرق بينه وبين تمويه العصب ولا هو هو المسمى الدارج تمويه العصب؟ بمعنى ايه تمويه العصب؟ يعني هو احنا عندنا العصب نفسه طبيعي ان هو موجود في المكان من غير تلوث بيخلي الانسان يحس بالحاجات الساقعه او السخنه. هو ربنا خلقه عشان كده تحس بالحاجات الساقعه او السخنه بحيث ان انت برضو ده حمايه للسن او الضرس. لما بيحصل بقى اننا بنحتاج نعمل ازاله للعصب فده بيطلق عليه تمويه العصب بمعنى اننا العصب ده اللي هو كان في وضع طبيعي وكان يعني فايتال احنا بنعمل له دي فيتاليزيشن يعني اننا بنشيل الحيويه بتاعته اللي هو بنسميه تمويه العصب يعني بنعمل له ازاله كامله للاعصاب ومش بس الاعصاب بتبقى برضو في شعيرات دمويه في المكان في الحجره العصبيه ده بتعمل له الازاله الكامله. المسمى ممكن الناس تسميه تمويه عصب بس بحيث ان هو يبقى بعد كده الضرس او السنه اصبحت نون فايتال ما فيهاش احساس فقدت الاحساس لانها خلاص اصبحت ما بتتاثرش الا بالمؤثرات الخارجيه خالص ساقعه وسخنه او اي حاجه وهو ده اللي احنا سميناه ازاله العصب او تمويه العصب او حشو العصب كله مسمى واحد بس بيبقى فيه انواع يعني فيه حسب درجه التسوس اللي موجوده. طب يعني احنا نسمع ان لو حصل تمويض للعصب وحصل خراج او حاجه تاني في الضرس فالمريض مش بيحس ان في حاجه فممكن بتروح لبقيه الاسنان، هل ده صح ولا غلط؟ احيانا بعض الحالات اللي بيبقى فيها التلوث امتد خارج الضرس نفسه يعني مع التاخير في الحاله التلوث نفسه امتد الى المنطقه المحيطه بالضرس ممكن بعد ما الدكتور يخلص ويعمل علاج العصب بتاعه ويسد القنوات نفسها بتاعت العصب ويحط فيها الحشو وكل حاجه التلوث كان موجود ممكن ما يكونش ظاهر بيظهر بعد كده ينتشر ممكن يتنقل الى الاماكن المحيطه بالضروس المجاوره ويحصل التهاب. طبعا من خلال الاشعه اللي احنا بنعملها الاشعه بتبين لنا وبنكون عارفين هل المقدار التلوث دوت وضعه ايه، هل ممكن يبقى الاكتفاء بالعلاج له، هل ممكن يسبب مشكله في الحشو العصبي اللي احنا عملناه. ولذلك احنا دايما بنقول ان الحاله اي في الاسنان تحديدا يعني كل ما بتتساب اكتر كل ما يبقى علاجها اصعب كل ما يبقى في اعراض جانبيه فيما بعد العلاج ممكن تسبب مشكله وتاثر على نجاح العلاج نفسه. فده كله بيبقى نتيجه ان الحاله نفسها اتاخرنا فيها في اننا نعالجها من البدايه. طب دكتور سامح، يعني زمان ما كناش بنسمع حشو اسنان للاطفال والحاجات دي لان يعني دلوقتي اغلب الاطفال بيبقى المولودين اسنان ضعيفه او بياكلوا حلويات كتير او عادات غذائيه سيئه طبعا مع وجود منتجات حديثه والحاجات دي فعلا. يعني هل لما يكون الطفل عنده ضرس مسوس الافضل الحشو ليه ولا حضرتك بتفضل الخلع؟ هو طبعا الفتره الصيانات الاخيره موضوع كثره السناكس اللي كانت بقت منتشره في كل مكان بالتحديد يعني مع برضو قله تركيز الاهل على ان الاولاد يشربوا اللبن من الصغر اللي بيقوي الاسنان
مع عوامل تانية كتيرة. ممكن فعلا بنشوف الموضوع ده كتير، تسوس في الأسنان بتاعة الأطفال. الدروس بتاعة الأطفال دي بتبقى دروس لبنية، مش معناه إنه كل الأطفال، يعني ممكن طفل عنده دروس مستديمة ودروس لبنية، بس إحنا بنتكلم على الدروس اللبنية. الدروس اللبنية ديت بيبقى ليها مدة معينة تفضل في بق الطفل، وبعد كده بتبدل من بدل جديد. احيانا بيكون طفل عنده ضرس لبني او سنه لبنيه قدامها فتره طويله على ما يجي ميعاد التبديل بتاعها، ويحصل فيها تسوس، والتسوس بقى يبدا يدخل، يبدا يحصل تاكل في السن او الضرس. ضرس الاطفال نفسه، الضرس اللبني بيبقى حجمه ومساحته صغيره اصلا، صغير. فعشان يحصل فيه تاكل ممكن يحصل سريع، يعني بيبقى الضرس يبدا يفقد جزء كبير من الوضع بتاعه، فبالتالي الطفل هيبدا يحس بالالم. احنا في الحاله دي بنحتاج اننا برضو نعمل الترميم ده والعلاج التحفظي. احنا محتاجين نحافظ على السنه نفسها، حتى وان كانت هي هتستبدل فيما بعد بسنه مستديمه، بس لو الطفل قدامه فتره طويله على ما السنه تستبدل تتبدل. ممكن تعمل له فيما بعد مشكله، انه ما يفقد السنه دي او الضرس ده، ممكن ياثر معاه على الهضم، ممكن ياثر معاه على انتظام الاسنان نفسها، الكلام. ممكن ياثر معاه على العظم بتاع الفك، بيأثر في حاجات كتيرة جدا. فاحنا بنلجأ الى اننا نعمل علاج تحفظي للاسنان او ضروس الاطفال دي الى ان يأتي ميعاد التبديل. الاستبدال بتاعها ويبدأ يطلع الضرس المستديم بتاعها. احيانا ممكن يكون الحالة تدهورت في السنان نفسها والاستبدال خلاص قرب، فبنلجأ اننا يعني نشيل نشيله. الاسنان دي، بس احنا ما بنحبش نعمل كده الا في الظروف الاضطرارية، ولو في فرصه في انه الضرس يتعمل له ترميم حتى لو فاضل له على الاستبدال شهور قليله يكون افضل، على اساس برضه. عشان فيما بعد حتى الولد ما يحتاجش تقويم او يحصل ان السنان نفسها تطلع مش منتظمه. بالاضافه ان هو زي ما قلنا اي فقدان لسنان او ضروس اكيد بيأثر على الهضم، بيأثر على حاجات كتيره جدا، فبيبقى برضو بنحتاج العلاج التحفظي برضو لاسنان الاطفال زي السنان المستديمه بالظبط. طب في بعض الأطفال بيبقى يعني مولودين بأسنانهم اللي هي فيها اللون البني الغامق، يعني هو مش تسوس بس السنة نفسها مش بيضة، وبيحصل لهم بعض الجيوب اللي هي زي خراج كده حوالين الأسنان. هو يعني بعض الناس بيتصوروا انه في اللي حوالين الاسنان القرح دي ممكن تيجي فعلا للاطفال برضو بسبب التلوث نفسه بتاع الاسنان او التسوس اللي موجود. القرحه نفسها يعني ما فيش منها خطوره، ولكن احنا لازم نعرف سببها ايه، يعني هي جت من ايه. بنعرف برضو ممكن من خلال الاشعه بيبان لنا الضرس نفسه حصل تلوث فيه، التلوث ده وصل للاعصاب بتاعت الضرس ولا لا. العلاج بتاع القرحه نفسه بيبقى سهل، انه يحصل خراج لضرس طفل دي نادره شويه، لكن يعني ممكن نتيجه ممكن اهمال شديد جدا في التعامل مع الطفل نفسه. وجود تلوث، عدم مفيش اورال هايجين خالص للاسنان، فكل دوت ممكن يلجأ يحصل كده. احنا بنعرف السبب، اهم حاجه نعرف السبب ايه، لان علاج الحاله نفسه امره سهل، العلاج نفسه ممكن ندي العلاج وهيخفف اي التهاب او خراج، لكن لازم نبقى عارفين السبب ايه والضرس اللي مسبب للموضوع ده ايه، عشان نعرف اذا كنا هنحتاج نعمل له ترميم في اسرع وقت بحيث اننا نعمل له العلاج التحفظي المطلوب ولا لا. فبالتالي دايما الحالات زي دي بنحتاج انها تبقى مبكره، يعني ما يبقاش في اهمال فيها او تاخير، لان التاخير بيخلي نتائج العلاج اقل، وبيخلي برضو فرصه اننا نعمل العلاج التحفظي تبقى محدوده، وممكن نضطر ساعتها مجبرين ان نخسر السن او الضرس. طب بالنسبة برضه للأطفال، التقويم بقى عند الأطفال سواء تقويم الفك أو تقويم الأسنان، من سن كام أو عمر كام ينفع إن أنا أعمل لابني أو بنتي تقويم في الأسنان أو في الفك؟ طيب احنا عايزين نعرف التقويم نفسه هو عبارة عن ايه. هو التقويم اننا بنرجع وضع الاسنان للوضع الطبيعي، طبيعي. او الفك لو في مشكلة برضو الوضع الطبيعي. يعني عندنا ممكن يكون في مشكلة في الفك نفسه، بروز مش طبيعي، او الفك راجع في وضع مش طبيعي، او مشكله في الاسنان، اسنان نفسها مش منتظمه او كده. فده نعرفه امتى؟ نعرفه اول ما يبدا الطفل يستبدل الاسنان بتاعته، لان اسنان الاطفال زي ما قلنا حجمها صغير وما بتظهرليش اي حاجه. لما تبدا اسنان المستديمه تطلع عند الطفل ويبدا يتخلص خلاص من الاسنان اللي هي بتاعت اللبنيه، احنا بنشوف هل هو محتاج ولا لا، بيبان لنا قدامنا هل في بروز مش طبيعي ولا لا. في ناس يجي يشتكي يقولوا مثلا حجم السنان بتاعت الولد كبير، فاحنا بنقول لا، هو حجم السنان مش كبير، بس الولد وشه صغير لسه، والسنان حجمها مش هيكبر، فلما هو يكبر ووشه هيكبر هيبقى شكله طبيعي. لكن انا بيبان قدامي مثلا بروز مش طبيعي في الاسنان، خلاص الفك اللي قدامي دوت
بارز بشكل غير طبيعي، او الفك اللي تحت بارز بشكل غير طبيعي، بعمل الاشعاعات المطلوبه اعرف هل هي مشكله في الفك نفسه ولا في الاسنان. لان لو المشكله في الفك نفسه في اجراءات بتتعمل وفي ديفايسز بتستخدم للفك نفسه سواء الفك العلوي او السفلي. لو المشكله في الاسنان، وطبعا بتبقى مشكله الاسنان يعني بتبقى اقل صعوبه، يعني لو المشكله في الاسنان في اسنان حجمها مش متواجده في مكانها الطبيعي، بنعمل لها برضو التقويم المطلوب بحيث يرجعها طبيعي، بحيث العضه بتاعت الطفل تبقى مظبوطه. يعني يجي يقفل بقه تبقى اسنان كلها قافله مظبوطه، مفيش ناحيه قافله وناحيه لا، مفيش قافل قدام بس ومش قافل من ورا، او العكس قافل من ورا بس مش قافل من قدام. كل ده بيتعمل في التقويم، فبالتالي ده كله بيبقى في المعتاد بعد سن 12 سنه او 13 سنه عشان نبقى السنان المستديمه كلها. لان في السن ده تقريبا بتبقى كل السنان المستديمه تواجد، خلاص مفيش اسنان اطفال باستثناء بس ضرس العقل اللي بيطلع فيما بعد يعني. لكن عشان نعمل التقويم اذا احتاجنا له لازم يكون الاسنان المستديمه كلها متواجده. طب العادات السيئه بقى، بعض الاطفال بيحبوا يعملوا صوابعهم او ضوافرهم بالاسنان، يعني ليهم بعض العادات الخاطئه اللي بتغير في شكل الاسنان طبعاً وشكل الفك. طبعا لان هو الطفل العظم بتاعه بيبقى لين شويه، فاللي بيبقى عنده العاده دي سواء مع اسنان اطفال او اسنان مسلمين فعلا بيحصل تغير في حجم في اماكن الاسنان، واستخدام الادوات الحاده برضو او يعني اي حاجه تدخل في الاسنان لفتره طويله او حتى مص الاصبع، ده كله بيسبب مشاكل في حلقات شفناها عملت مشاكل في الحلق نفسه بتاع الطفل بنتيجه مص الاصابع. بتحرك الاسنان عن مكانها ونلاقي في عدم انتظام، بتبقى حالات نفسيه وسلوكيه محتاجه برضو لازم انها يتعمل لها تقويم من بدايه، تقويم سلوكي يعني نفسي، لان فعلا استمرارها ممكن يسبب للولد فيما بعد لما يجي سنه مشاكل لابد منها ان انا الجا برضو الى التقويم والجراحات التقويميه. فلازم احنا بنراعي الموضوع دوت، واحنا شفنا اطفال كتير فعلا تسبب لهم الموضوع، مص الاصابع ده بالذات عمل مشاكل كتير مع اطفال، فبيبقى لازم التقويم السلوكي والاسري هو الدور الاكبر في الموضوع ده عشان الطفل يتوقف عن العاده دي. طب دكتور سامح، تركيبات الاسنان بقى، تركيب الاسنان نقول ايه التطور اللي حصل فيه يعني في تركيب الاسنان، وفي نقول زرع كمان الاسنان، يعني ايه الفرق بقى وتكلمنا. هو تركيبات الاسنان لما بنفقد سنه او ضرس في الفم بيبقى ساعتها خلاص احنا فقدنا، بيبقى محتاجين اننا نعوضه. في عندنا التركيب الثابت اللي هو قلنا عليه ان هو بنركب في المكان الفاضي دوت، بيبقى تركيبه بيبقى سنه في المكان الفاضي وبنلجا للسنه اللي جنبيها. يعني زي ما عندنا هنا مثلا احنا ده تركيب، بس ده عباره عن تركيب فردي يعني كراون لوحده سنجل، الضرس اللي احنا شايفينه ده مثلا حصل فيه تاكل فركبنا له. هنا اهوت مثلا في الصوره دي عندنا المكان فاضي اهو، في مكان فاضي ضرسين فاضيين. طب هنعمل ايه؟ بنيجي على الضرسين اللي هم على الجنبين اللي هم الضرسين اللي هم سلام دولت، بنعملهم التحضير زي ما احنا شايفين، نشوف الضرس بقى حجمه صغير ازاي اللي تحت ده، صغرناه شويه بحيث لما يجي يركب عليه بقى البريدج ده اللي احنا شايفينه او الكوبري ده اهو، بيبقى عباره عن كوبري مكون من تلبستين على الجنبين وضرسين في المكان الفاضي. في خامات كتيره موجوده حاليا، يعني افضل حاجه الناس بتتركب دلوقتي هي حاجه اسمها ماده اسمها زيركونيوم، ديت من افضل المواد اللي بتتركب حاليا ومبتعملش مشاكل ولا التهابات في اللثه، وكفاءتها بتبقى عاليه والتركيبه بتعيش سنوات طويله هي الموجوده. وفي في خامات تانية برضو كتيره متاحه. الهدف من زي ما قلنا الموضوع ده هو ده يعتبر علاج تحفظي. يعني ايه؟ يعني رجعنا تاني الاسنان لوضعها الطبيعي حتى لو كانت صناعيه، بحيث اننا حافظنا على إن قدره الانسان على استعمال الاسنان بتاعته وعلى المضغ وانه تبقى موجوده عنده دروس او اسنان. دي دايما يا دكتور؟ طبعا دي بتبقى تركيبه ثابته. التركيبه ثابته مش متغيره. كل ما كفاءه التركيبه نفسها والماده بتاعتها كانت اعلى وافضل، واستخدام ماده لازقه كفاءتها عاليه، الاطمئنان على ان حاله الدروس اللي هي هيتركب عليها التلبستين دولت يكون حالتهم كويسه، ما فيهمش ما فيهمش مشاكل يعني او كده، ده بيدي نجاح للتركيبه اكتر وبيخليها تعيش اكتر ويديها عمر اطول. طب ليه بيتم يعني برد الاسنان عشان التركيب؟ بيبقى البرد كتير في هو والله هو مش مسألة كتير او قليل، هو برضو على حسب الخامه بتاعت الماده اللي بتركب. ما هو دايما بنقول برضو لما بيكون خامه عاليه ما بنحتاجش اننا نعمل تحضير او بري كتير. وفي المعتاد التحضير اللي بيتعمل ده او البري دوت بيبقى في الانامل اللي هو الماده الخارجيه اللي هو المينا، وديت ما بتاثرش على الاعصاب بتاعت الاسنان نفسها وما بتسببش اي مشاكل يعني.
ولكن زي ما قلنا احنا دي 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 ده الحل الوحيد المتاح بالنسبه للتركيب. لما اكون عايز اركب في المكان الفاضي، ما احنا بنقول كل ما الاسنان دايما، كل ما احنا بنسيب الحاله بنلجا لحاجات بنضطر نضحي اكتر. يعني لما يكون عندنا سنه مساوسه تسوس بسيط، غير لما تكون تسوس وصل العصب، غير لما تكون السنه تتكل خالص فنحتاج نشيلها خالص. فعما نحتاج نشيلها خالص هنحتاج بقى نركب زي ما احنا شايفين، يبقى نعمل التحضير اللي بنقول عليه في السنه اللي جنبيها. الناس يقول لك احنا بوظنا السنه اللي جنبيها. أيوة. هو مش مساب بوظنا، هو احنا احتاجناها عشان نركب المكان الفاضي عليها. مضطرين، ما احنا مش ما كانش المفروض ده يبقى فاضي. غير بس الحالات اللي يعني بيكون فيها الانسان فقد الضرس خلاص لاسباب يعني ملوش ذنب فيها. لكن انا اتكلم برضو اننا لما اهملنا السنه بتاعتنا فقدناها، اضطرينا نفقدنا نتيجه الاهمال الشديد. فعشان نركب يبقى لازم نضحي بان السنه اللي جنبيها بنحتاجها عشان نركب مكانها. الزراعه بتختلف، لان ممكن الزراعه احنا بنلجا اننا بنزرع في العظم نفسه في المكان الفاضي، يعني امبلانت نفسها يعني من تحت، حاجه اسمها فيكسشر زي المسمار كده بيركب تحت في العظم وبنركب فوقيه السن او التركيبه. برضه هيبقى في تركيبه برضه، بس يعني كل ما في الامر ان انا التركيبه ديت ركبت على مسمار فيكسشر موجود في العظم نفسه، ما لجناش للسنه المجاوره يعني. فدوت ده بيرجع. بس برضه احنا في حاجه، ما احنا لما يكون فاقدين عدد كبير من الاسنان مش هنقدر نعمل كل الاسنان اللي فاضيه دي زراعه. هنحتاج برضو نعمل زرعتين عشان كاننا عملناهم درسين برضو يتركب عليهم التركيبه، وفي النص هتبقى برضو في تركيبه. يعني هي الزراعه نفسها هي عباره عن تركيب، ولكنه بدل ما بركب على اسنان سليمه، انا ما عنديش سنان سليمه خلاص مثلا مفقوده وعندي مساحه فاضيه كبيره، فانا بزرع سنان تعادل السنان السليمه اللي كانت موجوده عشان اركب برضو عليها التركيبه في الاخر. طب دكتور سامح، يمكن يعني لما بيتم مثلا لو شخص قلع كم درس كده مثلا في الناحيه الجهه السفلى او العليا يعني، وسابها فتره وحب يركب اسنان، ليه بيبقى في صعوبه او بيبقى في يعني الدكتور بينصح ان لازم بعد ما يعني خلع الاسنان الواحد ما يطولش لو حب بيزرع او يركب اسنان، لان بيقول لك لسه بتنزل لتحت او الاسنان اللي فوق لو ما فيش تحت منها اسنان بتطول او بتنزل. هو بيبقى فيه ضمور، ده دي نقطة. بس زي ما قلنا عشان نركب تركيب ثابت يبقى لازم يكون في درسين على الجنبين. ما هو في مريض بيخلع كل الدروس بتاعته خلاص اللي وراه، كل الدروس اللي موجودة مثلا نلاقي كل الجنب ده فاضي. هنا هنقول له مش هينفع معاك انك تركب تركيبة ثابتة، يبقى نحتاج نعمل زراعة، نزرع زراعة. طب الزراعة ديت مواصفاتها ايه؟ لازم نشوف حالة العظم ايه، بنعمل أشعة نشوف هل حالة العظم تسمح ولا لا. ما هو فعلا لما يقعد المريض فترة طويلة جدا المكان فاضي بيحصل ضمور في العظم وتآكل في العظم اللي موجود، ممكن ما يقدرش ان هو يعمل الزرع. في ساعتها بنحتاج نعمل له زراعة عظم في المكان. عشان نتجنب دوت لازم نبقى عارفين اننا فقدان اي درس مستديم دي مسألة مش سهلة. وخاصة لما اخسر كل الدروس اللي في جنب معين، هيبقى ساعتها في صعوبه شديده جدا ان انا اعوضها من جديد. هنحتاج ان انا اعمل زراعه، وزي ما قلنا بنشوف حاله العظم ايه. فاحنا يعني دي بتبقى اخر حاجه خالص في العلاج التحفظي، لما بيكون الانسان خلاص يعني موضوع خلاص ما فيش حل غير اننا نضطر نعمل الزراعه دي. طب بالنسبه للادوات بقى اللي بنستعملها لتبييض الاسنان، يعني في بعض المنتجات مشابهه للاكلادور او طلاق الاظافر لطلاق للاسنان للتبييض، هل الحاجات دي مفيده او معجون اسنان للتبييض يعني هل بيعمل تاكل في المينا ولا يعني استعماله كويس؟ هو في معاجين اسنان موجوده بتستخدم لتلميع الاسنان وبتعمل طبقه تفتيح، ولكن احنا بننصح ان ما يستخدمش على فترات طويله، يعني بيبقى استخدامه مرتين في الاسبوع او ثلاثه بالكثير، ومدد ما تزيدش عن شهر او شهرين عشان خوفا من انه يعمل حساسيه مستقبليه للاسنان. دوت للحالات اللي فيها تصبغات بسيطه يعني او درجات اصفرار بسيطه للاسنان. في ناس بيبقى عنده بعض التصبغات بتبقى تخترق طبقات الاسنان بداخليه، خلاص ما بيبقاش لها يعني ما فيش اي حاجه تقدر تطلعها، بيلجا بقى الى حاجه اسمها بليتشنج او تبييض بالليزر بقى، بيتحط في ماده بتتحط كده معينه على الاسنان، بس دي لازم في عياده الاسنان. وفي جهاز معين زي بجهاز زي ضوئي يعني كده بيعمل البليتشنج دوت اللي هو بيفتح درجات الاسنان، ممكن المريض يحتاج جلسه او جلستين، ولكن يعني برضو بيبقى لها ليميتس معينه وبيبقى
لازم استخدام الجهاز يكون موثوق منه ان هو حالته ما تسببش بعد كده مشاكل للاسنان او للعصب بتاع الاسنان، وده بيبقى طبعا اكيد ممكن المريض ممكن يحتاج منه جلسات فيما بعد اكتر من مره مع الوقايه بقى فيما بعد عشان ما تتكررش الصبغات تاني يعني. طب بالنسبه للعدسات اللاصقه للاسنان يا دكتور سامح، يعني ده علاج لضعف الاسنان ولا علاج تجميلي لشكل الاسنان؟ هو العدسات اللاصقه او اسمها فينير يعني، دي بتبقى فينير. زي التركيبه اللي احنا بنركبها في بتبقى زيركم برضو، بس هي بتبقى زي القشره كده، ما بيبقاش خفيفه. طربوش كامل، بتبقى قشره خارجيه فقط على السنه نفسها يعني، الاسنان نفسها الاماميه شكلها مش مظبوط، فيها تصبغات جامده عميقه، ممكن يكون في فراغ ما بين الاسنان يعني السنتين في بينهم فلجه فراغ. كبيره او فراغ كبير، فهو المريض عايز يخليهم يلغي الفلجه دي خالص، ومش حابب يركب طبعا طربوش يعني بحيث ان انا او جراون يعني نبري السنه كلها، فبنبري بس الجزء الخارجي من السن حاجه بسيطه خالص اللي هو السطح الخارجي، وبتركب الفينير ديت وبتتلزق بحيث انها تعمل تعديل شكلي في المكان، بيبقى سمكها قليل جدا بحيث ان المريض ما يحسش ان هو مركب حاجه خالص، فدي بتبقى شكليا بتدي شكل كويس جدا، وبتعالج المشكله اللي هي قلنا عليها اللي هي لو في فراغات ما بين الاسنان او تصبغات او تاكل نفسه يعني، او في سنه مثلا تكون متاكله وتركب لها حشو مثلا قبل كده كذا مره فاصبح شكلها مش مظبوط يعني، فبيبقى ده اللي بنلجأ ليه الفينير دي او اللي يعني هي هو احدث حاجه القشره مثلا دي. اول على ما اذكر المونير، ولا في حاجه قبله بعد كده الفينير؟ هي دي حاجه اكتر اسمها حاجه. لامينة فينير. لامينة فينير. هي الفينير عموما هي ليها كذا شكل، بس هي بتبقى عموما زي القشره يعني، هي بتبقى زيركون كده بس بتبقى سمكها قليل جدا، غير اللي هو الكراون الكامل اللي بيحب السنه كلها، دي بيدوبك بس بتبقى للناحيه الشكليه الاماميه، ودي طبعا لابد ان يكون بقيه السنه سليمه يعني، لما يكون عندي السنه من جوه سليمه خلاص ومش محتاج فيها حاجه، هي دي اللي بنلجا فيها للفينير، وطبعا ده بيبقى للاسنان الاماميه بس. بتبقى واحده واحده بتتركب دكتور سامح كل ولا سنه ممكن ليها واحده؟ طبعا مع بعض؟ لا كل لا سنه يعني مثلا ليها. لو عندي سنتين قدام وانا عايز اسد الفراغ في فراغ كبير بينهم، بيبقى كل واحده عليها سن فينير او قشره، وبيبقى بنعمل لهم بيبقوا جنب بعض لازقين في بعض بحيث يبقى كأن ما كانش فيه فراغ موجود. ده بيبقى دايم. طبعا بتبقى دايمه بتتلزق وتبقى دايما مستمره مع ما بيبقاش عليها ضغط كبير يعني. طب بالنسبه لل يعني من ضمن مشاكل التقويم، يعني بعد ما الشخص بيعمل التقويم طبعا التقويم ده بياخد بيتهيألي اقل حاجه سنه او 6 شهور، احيانا ممكن سنه، ممكن يوصل لسنتين او 3 كمان بعض الحالات. فلما بيجي بقى الشخص يفك التقويم مكان السلك ده، فبتبقى لون الاسنان كانها فيها سوس متغيره خالص. ده بيحصل في بعض الحالات، هو حاليا اصبح في يعني ديفايسز للتقويم شفافه ما بتسيبش الاثار دي، ولكن على المعتاد دايما ان لما بيتركب التقويم الثابت ده اللي بيقعد فتره طويله بيبقى لازم المريض كل فتره بيعمل سكيلينج او تنظيف للاسنان كل فتره برضه عشان ما يلحقش يحصل اي ضغط. المفروض ان هو اي ضغط بيسببه الديفايس على الاسنان طبقه اليمين دي بتبقى طبقه قويه يعني، المفروض انها ما بتاثرش، بس حتى لو حصل فيها تاثر بسيط ممكن بعد كده بعض التحضير البسيط يرجع السنه لحياتها الطبيعيه. لكن الاصعب عندنا هو انه ممكن يحصل التهابات في اللثه بسبب التقويم، لذلك هو ده اللي احنا بنقول عليه، لازم الاورال هيجين اللي بيعمل التقويم ده، اورال هيجين يعني الحفاظ على الاسنان بتاعته، تنظيف الاسنان بفرشه ومعجون باستمرار، استخدام برضو بعض انواع المضمضات، لازم كل فتره يعمل سكيلينج او تنظيف الاسنان، مهم جدا جدا اكتر من الشخص العادي كمان. لان دي بتقعد فتره فشكل الاسنان بتبقى صعبه بعد ما بتقعد فتره طويله وبتجمع بقايا اكل او كده، فلازم الدكتور طبعا بيدي الاحتياطات الكامله للمريض في المده اللي هو بيركب فيها الديفايس ده عشان ما يسببلوش اي اضرار فيما بعد. دكتور سامح، النصايح الاخيره بقى اللي حابب يحافظ على اسنانه ويضطرش بقى للزرع او تركيب اسنان او خلع الاسنان يعني. دايما نصايحنا لكل الناس الحفاظ على الاسنان يعني تكلفته اقل طبعا اكيد، استخدام الفرشه والمعجون لكل الناس مهم جدا، لازم نغير الفرشه دايما باستمرار ونغير نوع المعجون كل 3 شهور الفرشه ولا كل شهر؟ ممكن شهرين او 3 شهر. نوع المعجون دايما برضو نغيره باستمرار، بلاش نلجا للسناكس او الحلويات الكتيره اللي هي بتسبب يعني فيرمنتيشن او يعني بتعمل تخمر في الاسنان، ما نلجاش ليها يعني نقللها لاقصى درجه،
الاكل، الفواكه اللي فيها الياف مهمه جدا، منتجات الالبان اللي فيها كالسيوم مهمه جدا جدا، اللبن والبيض والاسماك، ده بيقوي الاسنان نفسها علشان نبقى دايما السنه صعب انها يحصل لها اختراق، فلازم نلجا للوقايه بالحفاظ على الاسنان من ناحيه، والنوع الدايت بقى اللي هو الاكل نفسه اللي بناكله يبقى بعيد عن الحاجات اللي بتسبب تسوس اكتر. في الأسنان. دكتور سامح حجازي، أخصائي الطب وجراحة الأسنان، شرفتنا وبنشكر شكرا حضرتك على المعلومات القيمة والنصائح المفيدة اللي قدمتها شكرا لنا. شكرا شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا، وبكده نكون وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا النهاردة. بنشكركم وإلى اللقاء.